التفاتة خاصة وبسرعة. ولهذا أنا نحيي يعني كل مواطنين القصبة يعني، ونجد سعيد خرج الأولى تاعي درتها في إطار تاريخي ثقافي وسياحي لمدينة الجزائر العاصمة. راح نكمل في نفس الوتيرة باش نولي ندفع بقوة كل ورشات اللي عندها أما يعني أموال معتبرة باش ننزوهم باش نسلمهم للمواطنين في أقرب وقت ممكن، وتتسلم في إطار الاحترام الدراسات دفاتر الشروط والمقاييس المعمول بها على مستوى وزارة الثقافة أو وزارة السياحة. وهذا كل داروا تحت وصاية الوكالة الوطنية المختصة يعني للحفاظ على كل هذا التراث.